كابتن ماجد، كابتن ماجد. ايوه. انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا صاحبة زهرة. اه افتكرت، اهلا وسهلا. انت جاي عشان زهرة؟ افندم؟ قصدي يعني انت جاي عشان الحاجة فرج؟ اه طبعا. اصل زهرة مشيت. مشيت؟ مشيت فين يعني؟ سابت المستشفى ولا؟ ما تتخضش قوي كده، هي خلصت الوردية بتاعتها وروحت. يعني هي مش موجودة مع الحاج؟ لا، ومش هتشوفها مع الحاج تاني. الله، ليه؟ يعني هو الحاج هيخرج من المستشفى ولا ايه الحكاية بالظبط؟ لا، اصل في ناس وحشين وقعوا ما بينهم فنقلوا زهرة. نقلوها؟ ناس مين دول؟ قلت له يا نوال مين اللي عمل فيه العملة السودا دي؟ الا قلت له، طبعا قلت له. يا عين امه، وشه راح مليون لون لما عرف انك انتي اتنقلتي. بجد يا بنت يا نوال؟ صدق يا بنت، صعب عليا، صعب عليا قوي. مش الواد قمر لما عرف بقى قمرين؟ اخص عليكي بقى يا بنت يا نوال، متخلوش يصعب عليا اكتر من كده. ولما انتي بتحبي قوي كده هو بيحبك، ما بتقولوش لبعض ليه؟ عايزانا نعمل ايه بس يا نوال؟ كل واحد فيكم يقول للتاني على اللي بضميره. لا، انا مستنيه لما هو يقولي الاول. وهو باين عليه ان النعل بيتكسف قوي قوي. عمري في حياتي ما شفت لا ارق ولا اجمل من كده. والحاج مش رقيق؟ ده كفايه فلوسه. شش، متفوقينيش، خلينا نتكلم عن ماجد. ماجد ايه؟ هو انت فاكراه هيسيبك؟ يا حبيبتي ده البتاع اللي شغال معاه داير عليكي المستشفى كاني تايه منه عيل. خليه هو تايه، احنا ياخي تايهين مع ماجد. كلميني عن ماجد، قولي. يا بت، يا بت فوقي بقى، في حد يجيله الفلوس تحت رجليه ويرفضها؟ سمينه الخلاص بقى. كل اعوذ برب الفلق. يخرب بيتك الله. ايه حكايه الفلوس دي بقى اللي بتتكلموا فيها من الصبح؟ يا قاعدين يفكوا شر الجهين. ازيك يا نوال؟ اهلا، ازيك يا اخويا، عامل ايه؟ ايه الحكايه الفلوس؟ ومين الحمار اللي استغنى عن الفلوس دي كلها؟ انت طبعا. يوه، ما اقصدش يا اخويا، اقصد يعني ان انا كنت بحكي لها ان انت ما رضيتش تاخد خلو ورجل في البيت بديعه وتجوزها للراجل العربي ده. جارتها ده من ايام الراجل العربي دي، خليت فيها عربي ولا انجليزي؟ ما خلاص بخ، زمانه دلوقتي طفش، وفي واحد تاني غيري لاف عليه، جوزه بنته ولا اخته والله امه حتى. معقوله يا خليل؟ لا يا اخويا، انا ما صدقش ابدا ان انت تاخد خليه في بديعه وتجوزها واحد تاني غيرك. ايه ايه يا زهره الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا، خليل، خليل طول عمره اللي انا اعرفه ان هو بيحبها وهي بتحبه. ايه ما تعرفنيش كويس؟ طبعا بنحب بعض انا وهي، قاعدين انا وهي على فرع كده وبنزقزق زي العصافير والندى نازل علينا. انت هتقولي طبعا، العيله كلها حبيبه. ايه ده؟ ايه بتحب زهره ولا ايه؟ قاعده على الفرع كده بتزقزق زي العصافير زي انا يا اخويا لا بزقزق ولا بقعد على اي فرع، انا مرميه على الكنبه قدامك اهو. إيه، معلش والنبي سيبنا بس شويه، اصل احنا كنا نتكلم في الشغل. شغل؟ شغل انت وهي؟ ايه خلاص مسكتوا وزاره الصحه؟ انتوا حيلا اخركم تتجبسوا رجل ايد، تغيروا على دمل. وبعدين زهره انا شامم ريحه مش كويسه. انت لازم تشم يا خليل، مش يا اخويا بتشتغل في مصلحه المجاري؟ بقولك ايه، ريحتك طفحت علينا، معلش شويه كده. بقولك ايه، كملي، هو ماجد كان لابس ايه؟